عاجل، مصر تعلن أول أيام العيد الكبير المبارك 2024. النهاردة عندنا خبر مهم من معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، معهد الكبير اللي بيراقب النجوم والكواكب. المعهد بيقول إنه شاف هلال شهر ذي الحجة في مرصد حلوان. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني النهاردة إن شاء الله هو أول يوم في شهر ذي الحجة، الشهر اللي بنحتفل فيه بعيد الأضحى المبارك. طبعا احنا دلوقتي مستنيين قرار دار الافتاء، هما اللي هيعلنوا رسمي عن بداية الشهر وميعاد العيد لانهم المسؤولين عن الموضوع ده. دكتور محمد غريب استاذ كبير في المعهد بيقول ان دار الافتاء بتاخد رأيهم في موضوع رؤية الهلال، بس القرار النهائي بيكون بتاعه. الحسابات الفلكية اللي عملها المعهد بتأكد ان هلال ذي الحجة ظهر النهاردة الصبح وفضل في سماء القاهرة نصف ساعة تقريبا بعد المغرب، وفي محافظات تانية وقت أطول شوية. كل سنة وحضراتكم بألف خير، ولكن عايز أقول لكم كمان إن المعهد بيستخدم طرق علمية دقيقة جدا في رؤية الهلال زي التلسكوبات والحسابات الفلكية عشان يتأكدوا إنهم شايفين الهلال صح. دكتور محمد غريب بيأكد إن دار الإفتاء بتجمع ما بين الرؤية بالعين المجردة والحسابات الفلكية عشان تحدد بداية الشهور العربية، وده بيضمن الدقة والمصداقية. أترك لحضراتكم التعليق.